يعني كنت بتكلم انا واحمد في الانترو النهارده انه كتير جدا بتحصل معانا ان انا مثلا بفكر في ان انا هرفع دلوقتي الموبايل وهطلب حد معين، فلاقيه في نفس اللحظه وانا بدوس بيتصل بيا. بتحصل لنا كلنا تقريبا، ما فيش حد ما حصلتش معاه حاجه زي كده، او انك تكوني بتفكري في حد مجرد انك بتفكري فيه فتلاقيه بيبدا ان هو يتصل بيكي، او حتى لو حد بقالكوا كتير ما اتكلمتوش مع بعض فتلاقيه بيرجع يكلمك. ده يسمى بايه وده ازاي؟ ده بيحصل ازاي؟ بصي، زي ما انتي قلتي ده التخاطر الروحي، او ممكن نقولها بطريقه عاميه شويه اللي هو توارد الافكار. يعني فعلا ممكن تلاقيكي مثلا في شخص مش شفتوش من زمان جدا ويجي في بالك فجاه، تلاقيه بعديها بعشر دقائق ممكن في نفس اللحظه تلاقيه بيتصل بيكي، انتي بتبقي مستغربه ومش فاهمه ده حصل ازاي، او ممكن تتخيلي ان هي صدفه. يعني ممكن الناس اللي مش فاهمه ده حصل ازاي تعتقد ان هي صدفه. الموضوع ان انتي اللي جذبتي الشخص ده، وانتي لما انتي فكرتي فيه. يعني بصي، خلينا نقول ان انتي اي شخص فينا عباره عن جهاز ارسال وجهاز استقبال، وكل واحد فينا ليه طاقه. فانا لما جه الشخص في دماغي ده، انا من غير ما احس او باللاوعي بتاعي فكرت فيه، فشغلت مخي وجه في بالي وتصورته، فبالتالي بعت له زي مسج تخاطريه كده، فهو فعلا حس ان انا مثلا ان انا وحشته او ان هو عايز يكلمني، فهو لما استجاب اتكلم ليا بسبب ان انا اللي بدات التخاطر. انا اللي هو جه في بالي فانا فكرت فيه فشغلت مخي فبعت له مسج باللاوعي بتاعي، فهو حس بالمسج دي، فحس مثلا اللي هو مثلا الشخص ده وحشني يعني نفسي اكلمه. او مامتك على فكره، مش انت دايما ممكن تكوني في خطر رهيب وتلاقي مامتك صح تتصل تقول لك انا قلبي مش مطمن او قلبي صح حاسس، ده حقيقي. لان انت ساعتها في الوقت ده انت حسيتي بخطر، فمين مصدر الامان بتاعك؟ الأهل الاهل أكيد. او مامتك، فعلى طول فكرتي فيها او ان انت محتاجه الامان من ناحيتها، فهي بتحس بده فتقوم على طول متصله بيكي. الكلام ده بيحصل في جزء من الثانية، لأن العقل اللاواعي بتاعنا أو العقل الباطن بتاعنا بيشتغل بسرعة شديدة جدا، لدرجة إن إحنا ممكن ما نحسش بالكلام ده. يعني أنت تبقي مش فاهمة إيه اللي حصل، مع إن في بروسس كاملة أو عملية كاملة حصلت في عقلك الباطن وأنت مش حاسة خالص، لأن عقل الباطن ده ممكن يبروسس يعني مثلا أكتر من 10 بليون ترانزاكشن في نفس ذات اللحظة عقلي ممكن يعمل ملايين بالظبط العمليات وانتي مش الحسابية حاسة. في مخي وانا مش حاسة بأي حاجة. طيب هل حاجة زي كده دي تبقى عن بعد مسافة، يعني مسافة اي بالظبط، مسافات يعني ما ممكن تبقى بتفرقش انتي في في حاجة زي قارة كده؟ والشخص ده في قارة. ممكن يعني يعني بصي بتحصل، وعلى فكرة باي ذا واي مش بتحصل بس مع الاشخاص، هي ممكن تحصل في اي حاجة في الدنيا. دي حاجة عايزة استرس عليها. يعني انت ممكن تجذب عن طريق عقلك الباطن اي حاجة، وظيفة، شغل، شخص بتحبه، تجذب مشاعر، تجذب وضع اجتماعي، عربية، حتى حاجات اللي هي الحاجات اللي مش محسوسة ممكن تجذبها، بيت. بصي، واكيد انا متاكده 1000000% ممكن مشاهير كتير جدا تلاقيهم اتكلموا على الحاجات دي، ان هم كانوا بيشوفوا قبل ما يشتهروا، او قبل ولاعيبه كوره كان يقول لك انا كنت عارف ان انا هشتغل في هبقى المكان ده مشهور او بالظبط هبقى كده. كذا. لو انا اسالك، انت قولي لي، نفسك يا انجي في يوم من الايام انت ما تخيلتيش، او انت كان نفسك عندك باشن ان انت تكوني مذيعه تخيلت وما تخيلتيش ان انت قاعده على الكرسي والايربيز في ودنك؟ بصي، من بالظبط. وانا صغيره وانا كنت بحس ان انا عايزه ابقى مشهوره، يمكن لسه ما بقتش مشهوره ولا حاجه، يا رب نبقى ايوه مشاهير، بس كنت حاسه ان انا عايزه ابقى مشهوره، عايزه امثل، عايزه ابقى حاجه، عايزه ابقى فنانه في حاجه. فجت في الاخر الحمد لله في التلفزيون وان انا اكون مذيعه، فلا كنت حاسه ان انا هبقى في المجال ده. كان دايما عندي يقين ان انا هوصل للي انا عايزاه، فدي حاجه كانت موجوده عندي. طب خلينا قبل ما نتكلم عن قانون الجذب اسالك، هل في اشخاص جاذبه اكتر من اشخاص اخرى؟ يعني في حد بتكون اللي عنده الحتة دي أقوى من حد تاني؟ لا خالص. بصي، سبحان الله، ربنا ادانا النعمة وهي موجودة عندنا كلنا، مهما اختلفت يعني شخصياتنا او ابراجنا او حتى المستوى الاجتماعي بتاعنا تعليمنا، كلنا عندنا نفس القدرة على جذب الاشياء بنفس الدرجة، بس الشخص الذكي هو اللي فهم وقدر يستغل قانون الجذب في حياته. يعني كده كده قانون الجذب موجود، يعني سواء ان انا استخدمته او ما استخدمتهوش هو موجود. انا لو ما استخدمتهوش ايه اللي هيحصل؟ ممكن هيشتغل بطريقه راندملي او طريقه عشوائيه، فممكن اجذب حاجات طاقه سلبيه، اجذب حاجه انا مش عايزاها، اجذب قلق، او ابقى اداه لاشخاص اخرين ان هم يعني يحققوا احلامهم عن طريقي انا او عن طريق طاقتي انا.